قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي صلاة أصليها، يعني إن لي ذكرا ودعاء أدعو به، فكم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ كم أجعل من تسبيحي وتهليلي صلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلثين من صلاتي. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، فأجعل لك صلاتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني كلما أكثرت الصلاة والسلام علي يا أبي فرج الله تعالى عنك همك. إن أصابك هم بسبب مالك أو صحتك أو ولدك أو حياتك، فإن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تذهب هذا الهم من قلبك. وإن كثرت ذنوبك وتفريطك، فإن كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تحط هذه الخطايا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وقال لما سئل: من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال: أكثركم علي صلاة. فكلما صلى المرء على النبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله تعالى بهذا درجات. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا على الصراط يرعد كما ترعد السعفة، سعفة النخل. قال: فجاءته كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت قدمه على الصراط. فكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تدل على محبة العبد لنبيه وعلى قربه من اتباع سنته.